أبدى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة أبدى تطلعه من خلال الرؤية التي رسمها سموه للملاكمة البحرينية بتنفيذ الأهداف القادمة على أرض الواقع عبر مشاركة الملاكمة البحرينية في أولمبياد طوكيو 2020، والذي يسهم في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية من خلال بوابة الملاكمة. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه العامر صباح اليوم المدربين الذين اجتازوا وبنجاح الدورة الوطنية لتأهيل مدربي الملاكمة التي نظمها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع نادي كوبرا الرياضي على مدار أسبوعين، والتي شهدت مشاركة 30 مدربا من مختلف الأندية الصحية والرياضية في المملكة، حيث حضر الاستقبال أمين السر العام للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة السيد وليد خالد سيار، والرئيس التنفيذي لاتحاد القتال الشجاع السيد محمد شاهد، ومدير الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي قنبر، ومدرب فريق خالد بن حمد للملاكمة المدرب البريطاني توني ديفيس. وخلال اللقاء هنأ سموه المدربين على نجاحهم في اجتياز هذه الدورة، مؤكدا سموه أن اعتمادهم ككوادر فنية لقيادة الفرق يأتي ضمن الرؤية التي رسمها سموه للنهوض برياضة الملاكمة البحرينية من خلال تأهيل الكوادر الوطنية على الشكل الذي يسهم بتشجيع الشباب البحريني على ممارسة هذه الرياضة، والذي يصب في مصلحة تشكيل فريق وطني للملاكمة قادر على المشاركة المشرفة وتحقيق الإنجازات لتعزيز حضور وتواجد مملكة البحرين على الساحة الرياضية العالمية لا سيما في هذه الرياضة. وقال سموه: لقد رسمنا رؤيتنا في تطوير رياضة الملاكمة البحرينية، والتي انطلقت مع توجيهنا بتشكيل فريق وطني للملاكمة، حيث تهدف هذه الرؤية في تأكيد الحضور البحريني على مستوى المشاركات القارية والدولية، وكذلك المنافسة على إحراز المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية من خلال رياضة الملاكمة، ونتطلع إلى نجاح هذه الرؤية لتوازي ما حققنا في رؤيتنا لرياضة فنون القتال المختلطة، والتي كانت نموذجا حيا على ما شهدته هذه الرياضة من إنجازات وصل صداها إلى الأوساط الرياضية العالمية. الرياضات القتالية الحين الحمد لله بتوجيهات سمو الشيخ ناصر على أن الاحترافية في الرياضة إن شاء الله نحن ماشيين فيها، وإذا أنت صرت محترف سواء في الأممي أو في الملاكمة فهي سمعتها عالية. يعني أنتوا شفتوا العالميين الملاكمين وشفتوا العالميين المقاتلين، يعني سواء بشكل عام لها مستقبل. فالواحد ما يقول إنه والله الرياضة ما لها مستقبل، الرياضة لها مستقبل، واللاعب الرياضي يعترف فيه كمحترف. إن شاء الله هدفنا 2020 اللي هي الأولمبياد، شرف إن نشتغل وياكم، وإن شاء الله كل واحد فيكم هني بتكون له بصمة على تطور المنتخب الأولمبي إن شاء الله الملاكمة، والله يوفقنا إن شاء الله.